السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معرفش أدق التوم إلا بجرن زمان، معرفش أدق التوم. أيوة، أوعي تقولي التوم تدقيه في الكب. خليكي زمان ورجعي الزمن الجميل، خليكي في منوعات حسناء، خليكي في المضمون الطبيعي يكسب. معرفش ادق التوم، معرفش ادق التوم، هو ده التوم اللي انا بدقه كده. لما بدقه ما بتكسفش، انا مفرزاه ومخليه قشطه وزي الفل. بس التوم معرفش ادق التوم، معرفش ادق التوم الا في الجرن بتاعي. كل سنه وكل الدنيا بخير يا رب، يتعاد عليا وعليكم ايام سعاده وهنا وسرور لكل الدنيا، من هنا من عندي يا رب الكل اللي بيشوفني وكل اللي بيسمعني. هنعمل ايه النهارده في يومنا وفرتنا؟ طبعا كلنا بنعمل فراخ. الفراخ دي بتغسليها وتنضفيها، ما بتقوليش غير النظافه، وانت طبعا خايفه على بيتك وخايفه على اولادك. حلو الكلام. وبننضفها بايه؟ ايوه، الليمون الطبيعي يكسب، ما فيش احسن من كده، وشويه دقيق. ونضفي وظبطي ولمعي وخلي الريحه تروح عشان تعملي احلى شوربه. عشان نعمل الشوربة ما ننساش بصلة حلوة كده، طماطمية حلوة كده، الفلفل الاسود بتاعنا بيخلي الشوربة جميلة، بس ما تكتريش منه عشان ما يسودش. معاكي حبهان ومستكة، ومعاكي ايه؟ قرفة. عايزة تحطي طماطمتين زي بصلتين زي اللي بيحب. هعمل النهاردة معاكم البسلة اللي انا مفرزاها معاكم، وطبعا كلكم عارفين وانا عملتها كتير، بس برضو في يوم وفورتيني حابة اقول لكم انا عاملة التوم الفريش. بس احنا اخر السنة قلت ان انا اخلص ده بقى بالمرة. معايا بصلة متقطعة زي ما انتوا شايفين، وفلفل ماركت ودقة. هعمل ايه؟ هعمل الشوربة، هعمل البسلة، وكل سنة وكل الدنيا في خير. يومي وورتيني اللي حابب نشاط وحابب روتين حلو وحابب يفيد ويستفيد يتفضل هنا. ولو عجبكم كبر الخواطر على الله، والكلمة الطيبة ايه؟ صدقة. يلا نروح على البوتاجاز والحلة بتاعتنا فيها المية، هنعمل أحلى شوربة ونعمل أكلنا بحب. ودايما بنقول يا رب يجعلوا علينا أيام سعادة وهنا، ويرزقني ويرزقكم براحة البال. قولوا إيه؟ أمين. بحبكم في الله. كده المية غليت بتاعتي أهي، هنزل بكل الحبشتكنات بتاعتي. أيوة، يلا بلعيها كده وروقيها كده وبالحب. اعملي طبعا الفلفل الأسود أهو، بصي كده الحاجة بتاعتك اهي. حلو. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ الفراخ بتاعتك غسلاها ومنضفاها ومخليها تمام التمام. انا هعمل بس وركين اتنين. حلو. اعملي انت شربتنا اهي، هنسيبها بقى مع نفسها الفراخ بتاعتنا. فرخة كاملة تعملي، صدور تعملي، وراك تعملي. انا قلتلك تعالي كده بس نشجع بعض ونعمل يومنا ورتبنا مع بعض. وحابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. كل لحظة تعدي عليكي احسن من اللحظة اللي قبلها، عيد وحاجة حلوة ليكي. صح؟ وقولي يا صح. يلا بينا نكمل روتيننا بتشجيع. والحلة بتاعتي اهي، سمنة بلدي وحياتك. يلا انزلي بقى بالبصلة بتاعتك. حلو. معلقة الخشب بتاعتك طبعا تنسيش، عشان التيفال بتاعك ما يروحش ايه ويبوظ ويعيش معاك. حلو الكلام. هنقلب بقى كده ونديها اللون الحلو على ما انا ادق التوم كمان واوريكم احلى بسله. معرفش ادق التوم الا بجرن زمان، معرفش ادق التوم. ايوه، اوعي تقولي التوم تدقيه في الكب. خليكي زمان ورجعي الزمن الجميل، خليكي في منوعات حسناء، خليكي في المضمون الطبيعي يكسب. معرفش ادق التوم، معرفش ادق التوم، هو ده التوم اللي انا بدقه كده. لما بدقه ما بتكسفش، انا مفرزاه ومخليه قشطه وزي الفل. بس التوم معرفش ادق التوم، معرفش ادق التوم الا في الجرن بتاعي. احلى شوربه دي ولا ايه؟ شايفين شوربتي؟ ايوه، الشوربه في ريحه الفراخ. اوعي التفانين والحبشتكنات دي بتضيع. لا اوعي، حاجه كده ما اقولكيش، اخر حلاوه. شايفه البخار قفل القمر. الحلو نقول له يا حلو في عينيه. كل سنه وانتوا طيبين، مع حسناء مش هتقدر تغمض عينيك. تعالوا بقى نروح على البيت، على البصله بتاعتنا. شايفين البصله الهيصه اهي، والتوم معرفش ادق التوم الا في الجرن بتاعي، الجرن الفلاح
لو عجبك الكلام كملي، ما عجبكيش في قناة تانية. حودي هنا على قدنا، والبساطة عنوان، واحنا مش زي اي حد، واللي يعمل زينا يقول له ايه يا عمنا، تعالوا اتفضلوا عندنا. البصلة بتاعتي كده لونها زي العسل، هنضيف ايه دلوقتي؟ هنضيف التوم. يا حلاوتك يا توم، هنقلب بقى مع بعض كده يا حلوين. اهي التوم التوم التوم، ما يحلاش الا بالجرن بتاعي، واللي عاجبه يعمل زينا ونقول له يا عمنا. اللون ده يا جماعة بيخليها حلو زي كباب الحل، اتعلموها بقى دلوقتي يا حبايب قلبي. ايه رأيكو؟ النور جه؟ ايوه. هننزل دلوقتي كده بالطماطم بتاعتي اللي بتسد وتهد. ايوه بتوفر معايا خالص. ايه رأيكو بقى؟ يلا اللي يعمل زينا نقول له يا عمنا. الطماطم بتاعتي اتسبكت اهي دلوقتي. طبعا انت بتحطي الطماطم زي ما انت عايزه، عايزه ازيد عايزه اقل، الطماطم عندك اعملي وشهيصي نفسك. هنضيف الشوربه دلوقتي عشان نعمل احلى بسل. هذا الشوربه بتاعتي اهي، هنزل دلوقتي حالا بالبسله بتاعتي. بسم رب العالمين، بسم الله. احلى بسله دي ولا ايه؟ يلا اللي يعمل زينا نقول له يا ايه يا عمنا. طبعا البسلة ما تحلاش الا بشوية رز بشعرية مفلفلين اخر حاجة. معانا الشوربة هنزودها للرز. اعملي الشعرية وكتري الشعرية. ايوة لما تكتري الشعرية الرز هيبقى حلو ولقمة هنية تكفي مية. يلا ما تنسيش جبر الخواطر يا حلوة انت وهي. احلى رز بشعرية ده ولا ايه؟ اغسل الرز ووريكم المفلفل اللي كده الاعادي. ايوة يا كيدهم يا انا. احلى شعريه بالرز ولا رز بشعريه؟ بتقولوا ايه؟ يلا حطي الشوربه واعملي لهم احلى لقمه ياكلوه وجمعيهم. وتاني وتالت ورابع هقول اللي يقول ويعمل زينا هنقول له يا عمنا. يلا خليكوا زينا. دايما الحلو تعملي لي ولادك، ودايما الحلو هتلاقيه عندي في قناتي. صحيح هو بسيط بس بيفيد على قدي. ودايما حسناء بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين. اتجمعوا على طبلية حسناء، البساطة عنوان. لو عجبكم كلام ما تنسوش الحلو نقول له يا حلو في عينيه، وانتوا احلى الناس في الدنيا. حبيت اقول لكم كل وقت وكل لحظة بخير، وكل سنة وانتم طيبين، وعندي في قناتي متجمعين منوعات حسناء. قناتي يا رب دايما فيها كل الحبايب. بحبكم في الله، ما تنسوش دعوة حلوة وجبر الخاطر يا رب ليا وليكم وكل من قال امين. احلى فراخ دي ولا ايه؟ يلا نجمع حبايبنا، ما تنسوش كلمة حلوة. الكلمة الحلوة ايه؟ صدق. يلا اروي كده قلبك ورمي بدل، كل سنة وانتي طيبة. البلدي البلدي يوه، سمنة بلدي وحياتي. الف هنا ماشي كده. بتجازنا اهو، ادى الفراخ بتاعت اهي. البلدي بلدي اه. تعالوا بقى هنا، ادى الرز بتاعنا اهو، شايفين حاجة كده تتاكل تتاكل كده ما اقولكوش. تمام تمام. تعالوا بقى كده نكشف بقى على البسلة بتاعتنا اهي. حاجة كده لوز اللوز. انت يا لوز يا حلو، انت يا قمر يا جميل. ايه رأيكم بقى؟ ادى بسلتي وادى لحمتي اسمها الفراخ، وده الرز المفلفل اخر حاجه كده. عوازلك وفلفليهم واعملي لاولادك وجمعيهم، وكل سنه وانت طيبين. هغرف لكم برضو الاكل ومش هحرمكم من حاجه. يلا الف هنا وشف. البلدي يوك، الطبيعي يكسب منوعات حسناء. مش تقدر تغمض عينيك حاجه كده من الاخر. بسله بسله الحبايب على لقمه حلوه هنجمعهم. ودايما يا رب ما يخلي دايما الا الحبايب حواليك، ويخلي كل اللي بيجي وياكل. بحبكم في الله. ادي اكل النهارده ويومي. تعالوا كده بس كده واحده واحده. عملت لفت احلى رز مفلفل هتعمليه، احلى شويه بسله هتاكليه. الرز المفلفل احلى حاجه يا كايده عزالك انت. واعملي بقى وكتري فراخ رومي بلدي، تعملي فرخه كامله، تعمليها اجنحة، تعمليها وراك اللي يحلالك. احلى ليمون ده ولا ايه؟ بحبكم في الله. وما تنسوش الحلو بتاعنا، احلى كنافة بالهنا والشفا. بحبكم كتير كتير يا احلى متابعين. ما تنسوش الكلمة الطيبة صدقة. حبيت اقول لكم ده اكلي وده يومي النهاردة.
ايه رأيكو؟ ولقمة هنية تكفي 100، اعمليها بحب انتي بس وملكيش دعوة، الباقي كله على الله، ويا رب دايما يجعلها كده حلوة ودايما يحلى زادك انتي وحبايبك. بحبكم في الله، ودايما بقول لكم كل سنة وانتو طيبين، وما تنسوش لقمة هنية تكفي ايه 100. احلى بسلة دي ولا ايه؟ يا رب بالحب تاكليها، ويا رب دايما نعمة وفضل ربنا يديها لنا على طول في بيوتنا، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما على طبليتي وعاية متجمعين يا رب. اللهم ايه، اللهم امين، وكل لحظة وانتم بخير. بحبكم في الله، دمتم في رعاية الله وامنه، واقول لكم كلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.